السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. وإلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذا اليوم إن شاء الله حنعمل معكم البيتزا كاري تاع الزمن، بيتزا فوكاس، وكل واحد كيفاش يسميها، بمكونات جد بسيطة واقتصادية. إذا بالنسبة للمكونات تاع العجينة واش راح نحتاج؟ إذا هنا عندي رطل تاع السميد يكون الرقيق، عندي هنايا كاس تاع الفارينة، عندي نصف فنجان نصف كاس عفوا تاع الزيت النباتي، زيت المائدة، خمارة تاع حلوة، ملعقة تاع السكر، رشة ملح، وملعقة ونصف تاع خميرة فورية، وراح نطمها بالماء. اذا نروح لطريقه تحضير العجينه، ومن بعد تبقى لنا طريقه تحضير الصلصه وطريقه تحضير كامل البيتزا. اذا نبدا على بركه الله، بسم الله. اذا هنا كما قلت لكم مع اول مره راح ندير لكم فيه هذا الروبو اللي يعجن السميد. نحط السميد، بسم الله، اولا نحط السميد، نزيد نحط شوية تاع الفارينة، تقريبا 4 كيسان تاع السميد بكاس تاع الفارينة. حط كامل المكونات مع بعض ونبدأ نعجن العجينة تاعي. شوفوا بعينيكم الآن باللي الروبو هذا يعجن السميد. بسم الله، نحط الماء بشوية ونبدأ نعجن. هنا كما راكم تلاحظوا قعدت نزيد الماء غير بشوية حتى بدات تعجن العجينة تاعي. كي نشوفها باللي تلمت راح نضيف لها الزيت كامل الكمية ونخليها تتعجن مليح، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما تتعجن العجينه تاعي ونوري لكم القوام تاعها. وكما وعدتكم في الفيديو السابق انه نعمل لكم فيديو على البيتزا باش نوريكم باللي العجان هذا يعجن مليح، طريقه العجن تاعو ما شاء الله، راكم تشوفوا كلش بعينكم. اذا انا نخلي العجينه تعجن ونرجع فينا بعد قوام. اذا هنا كما راكم تلاحظوا العجينه تاعي هنا بعد ما عجنتها تحصلت على هذا القوام، تعجنت ما شاء الله، هذا هو القوام تاعها. هاوليك تجي تلصق شويه وتجي تنجبد. هنا كي تشوفوها هكذا عرفوا باللي العجينه تاعكم راهي واجده. اذا انا نخليها تخمر مده نصف ساعه ونتلاقاو بعد ما تخمر ان شاء الله. نروح الان لطريقه تحضير الصلصه، بقاو معنا. اذا بعد ما عجنت العجينه الان نروح نحضر الصلصه. بالنسبه للصلصه هنا كما راكم تلاحظوا عندي تقريبا 5 حتى 6 حبات تاع الطماطم قشرتها، نحيت لها كامل هذيك القشار الفوقانيه، نحطها في الرحه هذه يا تجي مليحه كي ترحوها بهذا الرحه ولا بسكرفاج، ما تقطع ما تترحها بالروبو. ونرحيها جيدا حتى ما تطيبي. اذا هنا بعد ما رحيت الطماطم اضفت لها هنايا 4 سنين تاع الثوم، خليها حتى تبدا تشرب هذاك الماء لانه ماشي راح نقليوها، ما تحتاجش طياب بزاف، هذا هو السر تاع البنه تاع هاد البيتزا. اذا هنا بعد ما بدات الطماطم هذيك تشرب الماء ضفت لها شويه تاع الزنجبيل، ملعقة تاع الزيت، الآن نضيف لها رشة رند مطحون، نضيف لها رشة تاع الفلفل الكحل، نقليها واحد دقيقتين ونطفي عليها. راح تحصلوا على هذا القوام، قلت لكم ما لازمش تجي طايبة مليح مليح، فقط تجمر شوية تشرب غير ذاك الماء باش البنة تاعها كامل كي ما طيبش مليح. اذا نخليها تبرد تماما ونتلاقاو بعد ما تخمر العجينه ونوري لكم طريقه تحضير هذه البيتزا الرائعه.
اذا هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما خمرت العجينه تاعي حصلت على هذا القوام. الان راح نخرجوا لها الهواء. كما راكم تلاحظوا كيفاش تجي العجينه مشبكه بالخيوط. شوفوا ندير شويه زيت في يدي ونبدا نحيها من الصحن تاع البيتخان. هكذا تحصل على عجينة تلاصق تكون طرية، وكما وريت لكم تجي فيها خيوط، تجي خفيفة ما شاء الله. شاحظوا وتنجبد إلاستيكي. كما قلت لحظة هنا دهنت البلاطو تاعي بالزيت، من المستحسن تكون زيت الزيتون. وندير كذلك فوق العجينة باش تجي هذيك القرمشة تاع البيتزا. ونبدأ نفتح العجينة تاعي هكذا نبسطها براحة اليدين حتى تتحل رقيقة، باش كيطيب لكم مطيبش خشينها بزاف. إلا حبيتوها تقرمش ولا بغيتوها رقيقة ولا بغيتوها خشينة تقدروا تعليوها. أنا كيما راكم تلاحظوا نقصت لها، إلا شت بلي خصت نزيد لها. إذا نبسط العجينة تاعي جيدا ونتلاقاو فيما بعد. بقاو معنا. إذن هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما مسطتها رقيقه بزاف، لانه انا حبيت القوام تاعها يجي رقيق، ونطلعها هكذا كيما راكم تلاحظوا شويه في الطروف هكذا باش الصلصه تاعنا ما تخرجش، وكذلك باش البيتزا تاعنا تجي عندها هذوك الطرف. هذو كاين بزاف اللي يحبوا ياكلوا هذوك الطروف. هنا كيما راكم تلاحظوا الصلصه بعد ما بردت تماما خليتها حتى بردت مليح. الان راح انا نمشيها هكذا كامل في الحواف كذلك هكذا تاع البيتزا. ما تشحولهاش كثروا لها، لازم تجي مغطيه بالصلصه مليح باش ما تجيكمش ناشفه. ما تنساوش بلي لا بيتزا هذه مخدومه بالسميد باش تجيكم طريه. ندير لها ينكوش لاباس بها تاع الصلصه لانه راح تشربها. والان هنا راح نجيب الشوكه ونثقب كامل هكذا من الفوق باش كي تبدا تتنفخ ما تخسلكمش تطلع دير فقاعات ويخسر الشكل تاعها. تقبوها كامل من طرف الطرف ونزينها بحبيبات تاع الزيتون هكذا على حسب شحال راح تقطع لكم. هاد السنيوه راح تقطع لي بزاف انايا، تقريبا انا راح تقطع واحد 22 حبه. هذا نزينها بهكذا بالزيتون، وكي طيب نقطعوا عليها معدنوس وتزينوها بالفرماج ولا بالمعدنوس الشيء اللي متوفر عندكم. عليها قلت لكم اقتصاديه، يعني مش راح تكلف لكم بزاف تاع المواقع ديال. اذا انا نكمل نزينها بالزيتون وندخلها لفرن ساخن 200 درجه. نتلاقاو على مائده التقديم بعد ما طيب. بقاو معنا. اذا هنا كما راكم تلاحظوا البيتزا تاعي بعد ما طابت، شوفوا هنا الحواف تاعها كيفاش يجي، تجي طيبه ما شاء الله. هنا زينتها بالمايونيز، ولا ما عندكمش المايونيز تقدروا تخلوها كما راهي. نتمنى الوصفه تاعنا ها اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم، والى عجبتكم نتمنى ديروا جيم للفيديو وتبارطاجيوه وتشاركوا به الاصدقاء تاعكم باش يستفادوا بهذه الوصفه اللذيذه والرائعه اللي راح تساعد الاطفال تاعكم خاصه في هذه الايام السخانه. وكذلك تقدروا تدوها مام معكم البحر وديروها كوجبه غداء او كوجبه عشاء. اذا راح نقسم لكم هنايا باش تشوفوا كيفاش جا القوام تاعها. شوفوا العجينه جات ما شاء الله. اذا نقسمها ونرجع فيما بعد. اذا هنا كما راكم تلاحظوا شوفوا كيفاش تجي مقرمشه، تجي ما شاء الله. هذا هو القوام تاع لابيتزا تاعي، نتمنى تكون نالت الاعجاب تاعكم. هاو القوام ديالها، تجي تقرمش، تجي خفيفة ورقيقة كيما راكم تلاحظوا. شوفوا هنا كيفاش طابت، طابت ما شاء الله.
راح نتلاقاو في فيديو اخر في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.